وفي دائرة التطمينات ورفع مستوى الخدمات، أعلنت بلدية منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد استكمال استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار بعد إصلاح جميع الخطوط والتخسفات لتسهم بتصريف أكبر كمية من مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنظيف الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة التصريف والتنسيق مع وزارة الكهرباء ودوائر المرور لفك الاختناقات التي قد يتسبب بها هطول الأمطار بشكل كبير. لاحظت عملنا في السبب لموسم الامطار، قامت دارتنا بالاصلاح وتنفيذ جميع الخطوط الطارئه والتخسفات الطارئه التي من شانها اللي هي تساهم في تصريف اكبر كميه من مياه الامطار، بالاضافه الى اعمالنا في تنظيف الخطوط الرئيسيه والفرعيه مستمره، بلغت ان شاء الله بلغت النسبه ان شاء الله ما يقارب ال 90% من المؤمل ان شاء الله انتهاء اعمالنا في منتصف الشهر الحالي. استعدادنا ايضا مستمر في اصلاح المحطات ولف الغواطس والمولدات الكهربائيه. ان شاء الله عندنا هناك كميه من الوقود الخزين الاستراتيجي اثناء موسم الامطار، هناك تعاون ايضا من وزاره الكهرباء ودوائر المرور ايضا اثناء موسم الامطار، اللي هو تكون على متمثله في دوائر الكهرباء عن طريق انه اعاده الخطوط الكهربائيه او القطاعات في لحظتهم. ضمن استعدادات موسم الامطار موسم 2023-2024 هي اصلاح تخسفات المندات بالكرادف قسم المجاري، اصلاح تخسفات الرئيسيه ذات الاهميه البالغه في الدائره. هذا التخسف محل 909 زقاق 28 يختم محل 909 بالكامل مع الازقه المتعامده عليها، وبطول 70 متر وعمق 4 الى 5 وبطر البايب 400 ملم. تخسف والله صعوبه ما يعني من ضمن صاير القديم، صاير من ضمن الاشجار ضمن البيوس ضمن الرصيف القديم يعني مال المنطقه، فاحنا حولناه احنا ضمن التصميم حولناه بنص الشارع ان شاء الله.